حركة لا تهدأ في تونس العاصمة رغم ما يعيشه المواطن التونسي من اضطرابات ورجات أمنية، غير أن هذا العيد يمتزج بين الفرحة والتخوف من المستقبل بعد ما مرت به تونس من اغتيالات وجرائم نكراء أثناء رمضان هذا العام. إن شاء الله عيد مبارك للتونس وكل الشعب التونسي الكل، إن شاء الله عيد خاصة مبارك للقوات جيشنا الأبي الصامد في الجبال وعلى الحدود اللي قاعد يحمي في البلاد. الجيش اللي في رمضان هذا سالت منه برشا دماء زكية، برشا دماء طاهرة، برشا دماء بريئة لغايات سياسية لغايات رخيصة. للأسف رمضان تعدى فيه برشا دم، رمضان هذا ماتوا فيه برشا توانسة، رمضان هذا تاجروا برشا دم، برشا دم تمت المتاجرة به لغايات سياسية لغايات معناها حزبية لغايات معناها دنيئة بين قوسين سامحوني. إن شاء الله عيدكم مبروك ويزيو المشاكل، خلينا كي بلادنا رايدة، كنا مسلمين يد في اليد. لازمنا ما عادش نتعارك وكل شيء خاطر جينا عيد، ولازمنا نفرحوا توانسة الكل مع بعضنا ونعملوا اليد في اليد مع بعضنا وما نخليوش تونس ما أكيد دخلة بعضها وناس تموت، ونحبوا الإرهاب كله يخرج من بلادنا باش نعيشوا الناس كل متهنيين في بلادنا. وإن شاء الله عيدكم كلكم مبروك وتونس ديما حي. إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله توانسة كلهم يد واحدة وإن شاء الله يتحدوا باش البلاد يخرج منها الإجرام، وإن شاء الله ربي يركح علينا البلاد، وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير. إن شاء الله إن شاء الله رائحة الدم ورائحة الموت اللي صارت في رمضان هذايا ما عادش نشوفوها، إن شاء الله ترجع تونس معناها لتونس التسامح، تونس الأصالة، تونس المتجذرة معناها بعاداتها بتقاليدها بدينها بهويتها. ربي يرحم شهدائنا قبل كل شيء، وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله ربي يجمعنا على كلمة واحدة اللي هي حب الوطن أول باب، أنه حب الوطن من الإيمان قبل كل شيء. ورانا كلنا توانسة وما عناش المشاكل هذه وما عمرها ما صارت في البلاد هذه، والبلاد هذه احنا نقولوا راي متاع ناس صالحين وربي لطف بها، وإن شاء الله ربي يلطف بينا وبتوانسة الكل، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، وإن شاء الله تونس بخير والأمة العربية الكل إن شاء الله بخير يا رب. الطايح مرفوع، هاي جايبنا وذوق البنا، هيا سلعة شوش وبالزر مرشوش، اللهم صل على النبي، سرح وبرح وما بيعش المذرح، هاي عفونا ويجونا، هاي جايبنا، تبع اللمة وشوف وش ثمة، تحيا تونس يحيا الشعب. بيع وشراء والكل هب إلى الأسواق لاقتناء الملابس وديكور البيت والحلويات التي لا تغيب في مثل هذه المناسبات. والله الحركية أخويا مش كما العادة، عملوا اللهم صل على النبي سنة الحركية قالة بحكم الاعتصامات والمشاكل هذه الخالقة، ويعني حتى الشعب حتى من قلة المادة ما عندوش مادة، فهمني أخويا، يعني الشعب يجي يشوف ويمشي هك تشوف، يعني دونك واحد ملف سلعة اللهم صل على النبي تخرج تو ولا واحد يسرح وكذا يعني يعيط. إن شاء الله عيدكم مبروك وكاو شدوا دياركم وريدوا بنقص مشاكل بنقص حس. توصيات وتهاني عيد الفطر من كل التونسيين إلى كل التونسيين وخاصة إلى أصحاب القرار والنخبة السياسية حكومة ومعارضة لأجل تونس. تونس بلادنا كل ما انت زايد عبيد مع الشرعية وعبيد ضد الشرعية، خليونا توينسا كل ونفرحوا بعيدنا وبرمضاننا. إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يفرج على الناس كل. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله ما تتنحى التفرقة ونرجع نحبوا بعضنا الكل، إن شاء الله تونس ديما خير. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ربي يجري على صلاح تونس، إن شاء الله ربي يهدي الشباب، إن شاء الله عيدكم بخير والهناء لقلق لغير وليدي. نطلب من التوانسة الكل باش يكونوا إيد واحدة ويكونوا مجتمع واحد وبدون مشاكل. الأطفال برعم وزهور المستقبل تنظر بعين حالمة وتنتظر فرحة العيد ليحتفل الجميع بعرس الوطن. عيدكم مبروك حي كل عام حيين بخير.